أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في ثاني حلقات برنامجكم فضفض خليجي 22. الإثارة تعود من جديد إلى مدرجات الساد الملك فهد. فضفض يعود لإيصال أصواتكم كما تريدون، لأن دائما شعار فضفض يقول لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير. فأهلا ومرحبا بالجميع. ذيب، اليوم مع اليمن مباراة تعتبر، كيف هي بالنسبة لمنتخبنا؟ والله إن شاء الله تكون مباراة سهلة، وأتمنى التوفيق حق منتخبنا. يعني نقطة من السعودية في النهاية في الافتتاح الحين قدام اليمن، شو اللي بيصير؟ والله إن شاء الله الفوز حق قطر 2-0. المباراة الأولى مع المنتخب السعودي كان المنتخب القطري مقنع جدا إن شاء الله، وأتوقع اليوم إن شاء الله بينهونها. كم النتيجة؟ إن شاء الله 2-0 منتخب قطر. لا إن شاء الله متفائلين بالمنتخب بالماضي خاصة. لا بيدون اليوم أداء حسن، بس جمهور اليمني مولع يروع. مرحبا زميلي حماد، متواجدين في وسط المدرج اليمني، واللي أمانة حاضر من وقت مبكر جدا، تقريبا من الساعة الثانية ظهرا، ليؤازر منتخب بلاده. اليوم راح نتواجد في فضفض في وسط المدرج اليمني لتغطية ورصد وانطباع آراء الجماهير اليمنية. راح نبدأ معكم، ها كيف تشوفون منتخبكم اليوم؟ والله شوف منتخبنا اليوم 100 100. إذا فوزنا اليوم هو انتصار، كأننا أخذنا الكاس. منتخب بلادي لو عنده نص ميزانية في نادي بس ربع ميزانية يجيب الحوائج. حبايبنا متابعي برنامج فضفض، موجودين ما زلنا الان في مدرج اليمني، نرصد انطباعاتهم في اثناء اللقاء. كيف تشوف حظوظ المنتخب؟ والله المنتخب ان شاء الله للمستقبل، وان شاء الله الفوز ان شاء الله يا رب. تراك تلعب قدام قطر؟ ولو قطر ولو اي فريق، لكن السعوديه ان شاء الله اليمن بتفوز ان شاء الله يا رب. والله ان شاء الله باذن الله الثلاث نقاط ان شاء الله نحصل عليها اليوم ان شاء الله باذن واحد احد باذن رب العباد، ان احنا اللي ناخذها. احنا متفائلين على مستواهم مع السعوديه، اليوم متفائلين ان شاء الله. اتوقف ان شاء الله الفوز حليفنا باذن الله، الجماهير بثقه الجماهير وثقه اللاعبين، باذن الله الفوز حليفنا ان شاء الله. يكفي قلوبنا معهم. كم النتيجه؟ ان شاء الله هذا 0 باذن الله تعالى. يا تعادل يا فوز. اتوقع 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله 1-0. 2-0 للعنابي باذن الله. والله احنا ضاغطين الشوط الاول، احنا يعني ربعنا ما قصروا وحوش صراحه الملعب، بس ما في جول، ما حد جرب على الجول، يعني جرب وشوت يا اخي بس للحين، بس الضغط والله لنا. انتهى الشوط الاول 0-0 بين منتخبنا واليمن. صراحه المباراه كانت سجال بين الفريقين، اليمن يخوف. الشوط الاول كان في فرص بيننا وبين اليمن، شو السالفه؟ لا تعليق. منتخبنا اداء رائع والله يوفقه، وان شاء الله الفوز حليفنا باذن الله. انا جاي اشجع اليمن، بس اللي هو ذا يستاهل. يعني انت ما انت واثق من منتخبكم؟ لا بالله واثق منه كل الثقه، بس عادي لعبه، هذا اسمها كوره دواره. اقول الشعب اليمني لا يقبل الهزيمه،
تمام، وان شاء الله نوريهم. والله المنتخب قطر ما شاء الله عليه يلعب، لكن ان شاء الله الفوز لليمن ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. هو مبيض الوجه، هو بيض الوجه، وان شاء الله يبيض الوجه، ونحن وراه حتى لو خسرنا نحن وراه ولا نلومه. اليمن مو بسيط بالشوط الاول. والله اليمن قاعد يقدم مستويات طيبه من اول مباراه ويا البحرين، بس ما توقعت صراحه الجمهور هذا، يعني كانك تلعب باليمن، يعني ما قاعد تلعب برا ملعبهم. والله كنا بصنعاء. اي والله، بس 50,000 ما شاء الله تبارك الله، بس رجال العناب ان شاء الله قادرين باذن الله. جمهور يخوف. جمهوره كبير. اكيد نعم. منتخبنا شو بيسوي الشوط الثاني؟ ان شاء الله ان شاء الله بيعدل ان شاء الله. والله ان شاء الله لاعبين عندهم خبره وعندهم خبره، وان شاء الله انهم يبدعون في الشوط الثاني. انا اتمنى من جمال بالماضي انه ينزل مهاجم ثاني وشوي يعني يفعل الهجوم، لان ما قاعد اشوف المنتخب اليمني ماخذ راحته يعني. والله نقول ان شاء الله وندعي له، مع انها الوضع الحين ما يطمن. اولا انه جمهور، ثانيا مستوى اليمن ما عاد مستوى اليمن اللي نعرفه، خصم قوي. مع بداية شوط المباراة الثاني، وهو الآن يهاجم المنتخب اليمني، خطيرة جدا، تسدد سهلا إلى أن تصل عن طريق حارس المرمى قاسم الأيدوس إلى الوصول الساحل جهة اليسار، ممتازة عملية مرور من ماجد محمد، وتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. ماجد محمد أخذ الكرة ممتازة، عدى فيها ثم صوب كذا ما في، هذه محاولة تسديدة، الله! يتألق عياش مع الكرة، والمحاولة الآن تبعث من الدفاع اليمني إلى خارج الذي ملعوبة إلى منطقة الجزاء، الله! جودة لصالح المنتخب القطري، ورأسية، الله! إلى ضربة مرمى، مخي معلم يصلح كرة، هذا هو! لا 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 لا، ردة فعل غير طبيعية محمد عياش، يمسك الكرة بهذه الطريقة، ما شاء الله. شوف الكرة، تسديدة قوية. مشاهدينا متابعي برنامج فضل، انتهى لقاء المنتخب اليمني مع المنتخب القطري. الجماهير اليمنية العاشقة كانت تؤازر منتخبها من أول دقيقة إلى آخر دقيقة. طبعا انتهى اللقاء بالتعادل السلبي. خلينا نشوف انطباعات الجماهير. ها، كيف شفتوا لقاءكم اليوم؟ لقاءنا اليوم مشرف، وهذه رسالة أن اليمن واحد وبتظل واحدة إن شاء الله. ما كنتوا خايفين من المنتخب القطري؟ أكيد طبعا، المنتخب القطري منتخب كبير، لكن الحمد لله توفيق من رب العالمين وأثبتنا وجودنا في الملعب. توقع المنتخب راح ينافس على البطولة؟ ان شاء الله يكون يعني عقبه بالنسبه للبطوله، بيكون صخره صلبه، ما راح يكون يعني لغمه سائقه ان شاء الله. ما راح تكونوا سهلين يعني؟ ما راح نكون سهلين ان شاء الله. وش رايك انت؟ ما احنا رايحين نستسلم، وان شاء الله الكاس حقنا بفضل الله، الكاس تبعنا ان شاء الله. انا ان شاء الله، ان اول شيء انا اهني الشعب اليمني اللي موجود في الملعب واللي برا الملعب. ليش ما سجلنا اليوم؟ أنا ما عندي إجابة، أنا ما عندي إجابة والله. أمر الله، واللعبة ما قدموا اللي مطلوب كان عليهم، ومثل ما تشوف 0-0، تعادل سلبي يعتبر لنا. والله الله ما كتب، منتخب القطر في الشوط الثاني أحسن، تفضل أحسن من الشوط الأول. لعبنا صح، لكن الحمد بس الحظ ما حلبنا، بس إن شاء الله المباراة الجاية أن نفوز، أهم شيء 3 نقاط. كيف تبي من فريق يفوز بدون رابطة أول شيء؟ ها؟ وثاني شيء الإعلام هو اللي سبب الخسارة هذه، أعتبرها خسارة أنا. للمنتخب القطري، انا سعودي، انتم لعبتوا قدام السعوديه كانت مهزوزه، والمنتخب القطري مرتبك مباراه السعوديه، فكيف تعطونهم الاهميه الاعلاميه هذه كبيره مره؟ الفريق لعب والفريق سوى، فتعرض للضغط اعلامي وريحهم الضغط هذا. منتخب اليمن اليوم ولا شيء يا اخي، بتجيب 5 بس اللمسه الاخيره ما حد. ضيعنا وايد اليوم، ضيعنا الشوط الاول، ذبحنا يا اخي الثاني، ذبحنا زياده. احنا نتعنى ونجي من اخر الدنيا ونحاول ونعود، ونجي المره الجايه بعد نفس الشيء. اول شيء ما سوى شيء، اول حاجه جمهور مثل هذا والله حرام يطلع خسران، هذا اول حاجه. ربعنا ما شاء الله سكبات وحب وسكته ولا رابطه مثل ما قال الحبيب، شلون تبي يفوز؟ شلون تبي يفوز بالضبط؟ الفريق اليمني والله العظيم الحصان الاسود في البطوله هذه، والجمهور هذا والله حرام انه يطلع خسران. ربعنا قدام، باقي مباراه مهمه قدام البحرين. قدام البحرين؟ مستوى البحرين افضل من
جماهير القطرية كلمة جماهير القطرية لازم تجي. من تبي يجي؟ جماهير القطرية. إذا تعدوا 50 إنجاز. نهاية المباراة 0-0 بين منتخبنا واليمن. بأمانة بكل كلمة النفس أول 3 نقاط للعنابي. ولكن ما صارت، لا تروحون بعيد. فضفض مستمر مباراة البحرين والسعودية. مباراة خليجية أخرى في خليج 22، البحرين في مواجهة المنتخب السعودي. البحرين وبعد التعادل الأول أمام اليمن وغضب جماهيري كبير على المنتخب، ماذا سيفعل أمام المرشح الأول للبطولة المنتخب السعودي؟ سأتواجد أنا مع جماهير البحرين والزميل أحمد أتان أيضا مع الجماهير السعودية، تابعون. نعم زميلي حماد، متواجدين في المدرج السعودي والأهازيج والطرب مستمرة. طبعا الآن راح ناخذ انطباعات الجماهير المتواجدة. معي أحد قادة الرابطة السعودية، أستاذنا حبيبنا، أول شيء أعطيك العافية. كيف استعداداتكم لمباراة المنتخب ضد المنتخب البحريني؟ كيف استعداداتكم ضد المنتخب البحريني كرابطة؟ أتكلم شايف المدرج كيف مولع. صحيح الرابطة ما عليها كلام، الرابطة ما عليها كلام، أهم شيء اللعيبة قدروا الجمهور هذا. الرابطة والجمهور موجودين. والله احنا تجهيزاتنا من الصباح بدري طبعا، مجهزين احنا للأعلام، مجهزين كمان البالونات والأهازيج اللي بتدرب عليها أكثر من أسبوعين تقريبا بتدرب عليها، وصار بيننا اجتماع مع رؤساء الروابط بالترتيب والتنسيق الموضوع هذا. والحمد لله شايف الجمهور اللهم لك الحمد متفاعل، إن شاء الله بإذن الله توفيق المنتخب للمحضر. احنا بالنسبة لنا جايين من جدة وهذا واجبنا، يعني ما الواحد ما يمن على وطن، وهذا واجبنا وقل ما نقدم للوطن. يعطيك العافية، ما شاء الله متحمس اليوم. الله يعافيك وسلمك، طول عمرك يا حبيبي. أكيد تحمس، الوطن يلعب قدام. ما يخوفكم المنتخب البحريني؟ لا إن شاء الله بإذن الله، احنا نحترم المنتخب البحريني وجميع المنتخبات، لكن احنا نشوف المنتخب السعودي فوق كل شيء عندنا. إن شاء الله ثلاثة، إن شاء الله، إن شاء الله ثلاثة اليوم. الجمهور ما شاء الله حاضر، وانا اعدك ان شاء الله ان يكون 70,000 متفرج هلالي ونصراوي واهلاوي واتحادي وريداوي وتعاوني بمشيئة الله ان شاء الله انه نحقق امانينا. وانا بقول لك يا بكل صراحة، صراحة الكأس الحقيقي هو شوفة كل ابناء الخليج، كل ابناء الخليج. الكأس الحقيقي نشوف بعض، اتحاد واحد على قلب واحد على يد واحدة كلنا. اتحدنا يا خليجي وعدنا، المجد والعلياء ونور مسطر. اتحدنا يا خليجي وعدنا، المجد والعلياء ونور مسطر. على جبين العز طالع سعادنا، والله على العدوان أعز وأكبر. مدرب نادي النجمة موجود هنا في مدرجات البحرينية. كرؤية فنية اليوم البحرين ايش بيسوي قدام السعودية؟ والله انا اتوقع البحرين في البداية بيلعب حذر، بيلعب خطة دفاعية، اعتقد انه يكون 4-4-2. تعرف انت المنتخب السعودي يعني معروف، بالاضافة الى ملعبه وجمهوره، فبنلعب حذر في البداية على اساس نشوف المنتخب السعودي، وان شاء الله الشوط الثاني المدرب يلعب تكتيك اخر. اتمنى من المدرب يتدارك الاخطاء وما يلعب بمهاجم واحد، ويعني تحفيز اللاعبين. أنا بالنسبة لنظري عن المنتخب البحريني ضد المنتخب السعودي يبين المستوى أكثر. فريق توهم شباب مغيرين المنتخب، إن شاء الله احنا نقول فريق البحريني بدون استثناء كلهم رجال في الملعب وقد المسؤولية، والله ينصرك يا البحرين. تعادلتوا مع منتخب اليمن في المباراة الأولى، اليوم قدام السعودية يا الذيب، شو تسوون؟ ان شاء الله اتمنى الفوز بحريني، واليوم التشكيله متغيره عن تشكيله اليمن، وان شاء الله يوفقنا ونغلب اليوم ونغلب النتيجه. ان شاء الله 2-0 اتمنى. ان شاء الله الفوز اليوم، فوز البحرين اليوم 2-0.
متفائلين ان فريقنا رايح اليوم يفوز 100%. زين، وانا نفس ما قلت لك ان فريق السعودي عنده مشاكل واللاعبين والجمهور مو راضي على تشكيله. زين، احنا رايح نفوز عليه 2-0، واحد اسماعيل واحد حسين بابا فاول. الحين انا اشوف الكوره في وسط ملعب البحرين، يعني الشغل توهم الشباب مركزين ومصحصحين، والحمد لله بعد هدف الشمراني ان شاء الله نحافظ على هدف الشوط الاول، والشوط الثاني نعدل الاوضاع ان شاء الله اكثر. مدرب عرف اخطاء المباراه الاولى عدلها اليوم، طلع الزهري ونزل محله سلمان فرج ونواف العابد لعب من بدايه المباراه اليوم. أملنا إن شاء الله كبير في منتخبنا إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله. أتوقع أن المنتخب راح ينافس على البطولة إن شاء الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله، وبصماتها تبان إن شاء الله في المباريات الجاية إن شاء الله. الشوط الأول انتهى 1-0 للسعودية على البحرين، شو اللي صار بالشوط الأول؟ والله يعني شفنا إحنا اللاعبين ما كانوا في أدائهم الجيد، بس ان شاء الله باذن الله يعني الشوط الثاني تغير بعض الاشياء ويرجع المنتخب يعني حق وضعه الطبيعي، وان شاء الله يعني يقدرون يقلبون النتيجه باذن الله. في حلول للعيبه الشوط الثاني انهم بيرجعون ثاني مره للمباراه؟ والله يعني لازم هم يجتهدون شوي ويحطون على روحهم عشان تنقلب النتيجه، لكن اذا كان نفس اللعب اللي في الشوط الاول ما راح يتغير اي شيء، بس باذن الله ان شاء الله يعني راح يتغير لعبهم وراح ان شاء الله يقلبون النتيجه باذن الله. والله حقيقه الوسط عندنا ضعيف، ونتمنى الشوط الثاني ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الشوط الثاني. انا برجع ان شاء الله ان شاء الله. الشوط الثاني لعب مدربين ان شاء الله. ان شاء الله الشوط الثاني ان شاء الله بنرجع ان شاء الله. وبنجيب 2 بعد. دقيقة 56 وهدف في مرماكم، شو السالفة؟ شو اللي قاعد يصير في البحرين؟ والله هاي النكسة اللي من سنين قاعد تصيدنا قاعد تنقلب علينا مرة ثانية يعني. فيعني المفروض يجيبون كورير عدل يصححون في الله يسلمك الإدارة نفسها يعني. والله يعني حتى احنا كجمهور مو عارفين شو يصير. بس نقول؟ نقول الله يوفقنا في المباراة الثالثة إن شاء الله نتأهل لدور الثاني. كبيرة ترى يمكن 54 وقعت 10 دقائق. خلنا اقرا لكم وش مكتوب في الشاشة. عبد الله هزاع هدف في مرمى 56، محمد حسين دقيقة 70 هدف في مرماه. شو اللي قاعد يصير؟ مو شيء غريب يعني، احنا ويا المنتخب من سنين على هالحال، والمدرب صراحة عدنان حمد مو بقاري الفريق من اول ما استلمه. ما شفنا لعب البحرين، ما شفنا نعرفه، ما شفنا احنا نشوف الملعب ما في لاعب ارتكاز في الملعب، النص مفتوح يعني، المدرب ايش قاعد يسوي؟ وين عدنان حمد اللي كل من يتكلم عنه هو اللي بيغير هو اللي بيطور، هو قاعد يهدم اللي بنوه من قبل. شو السالفه؟ ليش؟ شو اللي قاعد يصير؟ والله ما غير عدنان حمد يعني هدم فريق
كان في مستواه زين يعني. ثلاثة للسعودية، ثلاثة كبيرة يا ذيب. والله احنا سجلنا اثنين الحمد لله يعني، بس على قولنا قلت لك انا في نص الشوط مسجل اثنين والحمد لله يبنوهم. شو اللي صار اليوم بالمباراة؟ والله انا عندي نقطة واحدة، يا بولنا المدرب عدنان حمد، انا اقول لك ما يصلح لمنتخبنا. انا بعرف شيء واحد بس احد يطلع لي يفهمني. شنو اللعبة؟ شنو الخطة اللي لعبها المدرب؟ هل هي دفاعية؟ هل هي هجومية؟ صراحة احنا مو بعارفين. لا لعب لا تنظيم لا كلش. ان البحرين هذا البحرين بتم بحرين عمره ما بتاخذ كأس الخليج. اذا هالجيل يروح جيل يجي بعد هاللون عمره ما راح تاخذ كأس. سويتوا حملة نبيها بحرينية. حاول بحرين مع نفسهم. بحرين عمرها ما راح تاخذ كاس الخليج. لا دفاع لا هجوم لا وسط لا حارس. طبعا انتهى لقاء المنتخب السعودي مع المنتخب البحريني بفوز بنتيجه 3-0 للمنتخب السعودي. كيف شفت مستوى المنتخب اليوم؟ والله الحمد لله مستوى يطمن والحمد لله، بس استفدنا من اخطاء منتخب البحرين. عجبك لعبهم اليوم؟ صحيح عجبني وعجبني البحرين. عجبك البحرين؟ أخطاءهم حلوة والله، فريق نايم صراحة. فزنا بأخطاء البحرين. يعني أنت قاعد تقول إن المنتخب السعودي ما فاز بجهده. فزنا بأخطاء البحرين، هدفين من قدام لاعبين البحرين، محمد حسين والثاني ذاك. والله إنه نص ونص الصدق، ما هو بفضل. حتى مع الثلاثة؟ حتى مع الثلاثة، لأن هدفين كلها بأغلاط المنتخب البحرين. يعني هدف واحد من ناصر ونقول ان شاء الله الله يوفق الاخر. على هالمستوى المنتخب ممكن ما ينافس على البطوله؟ لا والله ممكن ينافس. لو ما لنا هدفين في مرماهم كان الحين زعلانين. يعني انت ما انت راضي عن هذا المنتخب اليوم؟ ما انا راضي. يقولون الفوز اليوم باخطاء المدافعين. ثلاثه غلطات مدافعين يعني ما في فوز ما في مستوى. لا لا في فوز اليوم في مجهود في مجهود واللي يقول كذا غلطان في مجهود بس اتمنى افضل افضل من كذا ان شاء الله وان شاء الله نجيب البطوله مع اليمن. والله مستوى كويس لله الحمد افضل من المستوى اللي قبل. وش اللي تغير عن مباراه قطر؟ قطر والله ما ادري عنهم بس اشوفهم كويسين مزبوطين العيال والحمد لله فزنا والامور طيبه. اتوقع المنتخب يواصل على المستوى هذا باذن الله مع اليمن ان شاء الله يتاهل. ما نبغى ذا المدرب جبان، احنا عندنا هجوم وعندنا وسط نار ياكل اسيا كلها. نبغى نبي مدرب شخصيه قويه زي كارينو، نبي مدرب ما يخاف سامي على عين وراس، نبي مدرب قوي والله مدرب جبان. أعزائي المشاهدين نهاية مباراة السعودية والبحرين 3-0 للأخضر السعودي على البحرين. لا تروحون بعيد، وعدنا بالملز مع المباراة الأخرى. إن شاء الله إن شاء الله هو كريم. مرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ثالث لقاءات هذه الجوله ناتيكم من استاد الامير فيصل بن فهد هنا في الرياض، حين يحل الكويتي صاحب الصداره ضيفا مع الاماراتي المنتشي باللقب السابق. اذا الكويتي ولي النفس بالفوز اليوم للوصول الى المباراه القادمه في دور الاربعه، اما الاماراتي فيحاول الحفاظ على لقبه الذي يتمنى ان يبقى لديه. متابعه طيبه وحصريه مع برنامجكم فضفض. زميل إسماعيل متواجدين في المدرج الأبيض مدرج الجمهور الإماراتي، بكل تأكيد المباراة قوية بين المتمرس على هذه البطولة منتخب الكويت وبين حامل لقب المنتخب الإماراتي. راح نرصد آراء وانطباعات الجماهير هنا في فضفض، خلوكم معنا. مسيرك ايش بيسوي اليوم؟ ان شاء الله فوز ان شاء الله. وليش مبتسم يعني؟ فرحان منتخب ضامنها ان شاء الله. حتى والله الاماراتيين لهم صولات وجولات. لا عادي مو مشكله، بالخليج بالخليج الكويت وهم مسيطر حامل اللقب الامارات عادي
وش اللي عادي؟ الخليج زعيم الكويت زعيم الخليج وان شاء الله. يعني انت مش خايف من الامارات اليوم؟ لا لا ان شاء الله شخصيته ياخذها بالشخصيه الكويت. يعني لو تفوزون تصعدون ترى ان شاء الله. الامور طيبه الحمد لله، حتى التعادل زين. الكويت فريق نحترمه والكويت فريق قوي ومتمرس والشرس ولا نصيح نصيب الاسد من البطولات الكويت لا نشك، لكن المنتخب الامارات منتخب يقلب الطاول على الساحر بعد منتخب شرس ولم يرضى بالتعادل ولا بالهزيمه. ايش رايك الازرق اليوم ايش بيسوي؟ ان شاء الله 1-0 فايزين يعني. ان شاء الله. تدري ان لو فزت اليوم اول فريق صاعد ان قبل ان الله شيء اكيد تخصصنا. انا اقول لك طريقنا للبطوله لازم نمر على الكويت، اللي ما يفوز على الكويت ما يستحق البطوله. احنا ما نخاف، احنا 10 مباريات ناخذها، احنا ما نخاف من اي. يعني عندك تاريخ انا تاريخ عندنا ان شاء الله متواعدين البطوله. راح تبقى في الامارات، راح تلعب ضد الكويت، راح العب ضد السعوديه والكويت وراح اشيل البطوله. اذا هو حامل اللقب 10 رصيد الكويت 3 واجد يا اخوي. ليش واجد يعني فريق قوي الامارات نقول 1 ما عليه فريق قوي والكويت قوي، البطل يبقى بطل. هم جايين بياخذون 11 يا مرحبا بهم ونورونا وشرفونا. توقع كم اليوم؟ 1-0 من اللي يجي احمد خليل ان شاء الله. 2-0 للامارات لا الكويت. بدر مطوع وواد عنسي هناك يقول لك عندنا عموري وعندنا لا عموري عندهم بس عندنا بدر وفهد يوسف ونواف الخالدي ما عليه. من بيفوز؟ الكويت. كم؟ 10 2-0 ان شاء الله. فهد العنزي ان شاء الله مبشر اهل الكويت فايزين باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين الصوره تتحدث، جماهير الكويت الازرق ام والعين بحرهم غزير وام والعين. أعزائي المشاهدين كما تتابعون صمت مدرجات الأزرق الكويتي لأن المنتخب الإماراتي سجل هدف. الإماراتي بطل وما يحاتي والله. إذا هذا أولها وشون تاليها؟ تاليها خالصين 2-1 إن شاء الله. تقلبونها؟ إي خالصين إذا مو 3. والضربة الحرة ضربة حرة لجميل دمر بعيون الولد دمر بعيون. لا 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 صورة محددة. الكويت وتاريخ الكويت ولكن مستقبلك تعيش الحاضر. سيرك من الماضي، لا لن نترك الماضي، هو الإرث الكبير الذي نتخذ منه دائما وأبدا مصدر للتقدم. الله يا يوسف الله. أتحدث عن الماضي العظيم، أتحدث عن الماضي الكبير، تذكر الماضي البعيد وعيش معه بسرعته. يعد يمر من ثاني كبير ويعد يفوز ويشوط. الله لا 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 عاد القرعة من جديد، عاد العنبري من جديد، عاد فيصل الدخيل من جديد. ليس هناك جديد بل الجديد أن بدران شكل. إنه المرعب، إنه العنبري، إنه فيصل الدخيل، إنه التاريخ الكبير. العز مبروك مبروك مبروك. الله يبارك فيك. إيش هذا الإبداع؟ والله خوش إبداع. والله يستاهلون كل خير. ابو العين الكويتيين ابو العين. والله مولع الازرق. مولع وان شاء الله الثالث جاي الثالث. بول تقلبون 4-2 اخي قاسي انت لا فوق القاسي بعد. يا اخي يكفي مباراه ممتعه. يكفي 2-2 قلت لك. والله قلت 2-2 قلت لك. والله ساحر الثالث جاي والثالث جاي. ساحر اعزائي المشاهدين سويت معلقات اقول قال لي 2-2 ساحر هذا والثالث جاي ان شاء الله. سلام عليك كلام قوي. والله العظيم قاعدين على اعصابنا. ايه مباراة صراحة تسوى التعب اللي لينا من الكويت من الساعة 8 الصبح تونا واصلين، يستاهل التعب. اليوم والله فرحان انا ان شاء الله ويخلصونها منتخب الكويت يا رب ان شاء الله ونتيجة 3-2 حق الكويت. اوه بتفوزون على الامارات حامل لقب. ان شاء الله يا رب باذن 1-1 يا رب ان شاء الله. سلام والله اعزائي المشاهدين صراحة مباراة من امتع ما شاهدت في حياتي في الشوط الاول. خلونا نتابع مع فضفض ونروح حق زميلي احمد نشوف حال هالامارات حال الابيض. دام سجلنا احنا هدفين والشباب
الصوب ظنوا انه خلاص إن هذه اتوقع انه تراخى المنتخب الاماراتي. اي نعم تراخى، بس ان شاء الله بنرجع الشوط الثاني ان شاء الله الاقوى ان شاء الله. انت تتكلم عن شوط 45 دقيقه، لازم تكون فيه هفوه او هفوتين للفريق، يعني مش معقول الفريق يكون 100% مركز في المباراه. كم ممكن المنتخب الكويتي يكملها ويجيب الثالث والرابع؟ ان شاء الله بيرجع المنتخب الاماراتي ان شاء الله. الله يسعد ان شاء الله. تنتهي 4-2 ان شاء الله. والله الشباب يمكن استهتروا في المباراه. تشوف انه في استهتار؟ انا اقول شيء، هم هجمتين جولين، احنا ضيعنا انفرادات. انتهى الشوط الاول من اجمل لقاءات البطوله حتى الان بين المنتخب الاماراتي والمنتخب الكويتي باربع اهداف تقاسم الفريقان 2-2. دعونا نذهب الى الملعب لنتابع الشوط الثاني، بالتاكيد الامور لم تحسم بعد. اجمل لقاءات 2-2 صراحه. راضين عن اداء المنتخب الكويتي اليوم صراحه؟ الحمد لله راضين عليه. الله يجزاهم خير. المباراه كانت قويه صراحه، حلوه، احلى مباراه في البطوله. والله الحمد لله افضل مباراه 2-2، نتيجه مفرح صراحه. الحمد لله ادينا اداء حلو، الحمد لله النقطه حلوه، مع النقطتين اربعه حلوه. طيب والحين شكو ماكو، عندك اربع نقاط، شكو ماكو بعد هذا؟ ننتظر المباراه الجايه ان شاء الله. اداء زين بالنسبه، يعني احنا لعبنا وقت ضيق، مباراتين كبيره جدا كبيره المباراه، معنا اصابات، جزاهم الله خير الشباب ما قصروا. المنتخب اليوم اداء جميل صراحه، من 2-0 ل 2-2 تمام، ابدعتوا. لا ان شاء الله الحمد لله الحمد لله. مبسوط يا معود؟ ان شاء الله مع عمان. مع عمان الحين انت تقريبا 80% صعد تقريبا. ان شاء الله مع عمان. اموركم طيبه؟ امورنا طيبه. ايش رايك اليوم في الاداء؟ الاداء كان ممتاز والله. اي ما قصروا؟ ما قصروا. وراضين عن النتيجه؟ والله راضين. بس يوسف ناصر نبيش الحيله شوي. منو؟ يوسف ناصر. كانت مباراه فعلا صعبه. اي لاعبين المنتخب الاماراتي هم ابطال البطوله اللي طافت. حدثني عن شعورك بعد ما الكويت جاب جولين في 5 دقائق. والله انتقلنا من مرحله حزن الى مرحله فرح. وانا معاكم صراحه، فضل كان مولع معاكم. اي والله. اتهقى المنتخب ضمن الصعود؟ منتخب الكويتي ان شاء الله راح، ان شاء الله باذن الله راح نصعد ان شاء الله. عسى الله يوفقنا في المباراه الجايه ان شاء الله. ابدعتوا. هدي بالله ما قصوا. اعزائي المشاهدين، جماهير الكويت حي حيك، ناويين على الكاس، ناويين على الكاس. ان شاء الله ناخذين، ان شاء الله ناخذين الكاس باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. كفو يا الاشراق. أنا أقول اليوم منتخب الإمارات أدى مباراة طيبة. طبعاً أهداف المنتخب الكويتي أجت بلحظة، يعني من أخطاء دفاعية المفروض ما تصير، يعني الهدف الأول خطأ من الدفاع واضح، الهدف الثاني من لاعبين النص. الشوط الثاني المفروض الإمارات يرجع لوضع الطبيعي اللي بدأ فيه بالشوط الأول، لكن تبديلات المدرب كانت تبديلات بشكل عام يعني خطأ، ولا تبديل كان صحيح. الكويت بمهاجم واحد بيوسف ناصر يسجل عليك بين مدافعين، تسديدة بدر المطوع، يعني كيف بدر المطوع يسدد في هذا المكان وما في ضغط عليه لا من دفاع ولا من محور وسط ارتكاز. حاب انك تاخذ 3 نقاط، تقاتل تقاتل في الملعب، تاكل 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 الارضية اكل. والله اتوقع المنتخب خلاص بعد التعادل اليوم خارج البطولة، خاصة عند مباراة مع العراق، مباراة صعبة. بس انا المستغرب من المنتخب الاماراتي يلعب بدون روح اللي شفناها في كأس الخليج في البحرين، ما اعرف شو الاسباب. يعني منتخب يعني ما فرحنا مباريتين، وما اتوقع ان فرحنا في المباراه الاخيره. اصلا هي اسمها رياضه واخلاق، اذا الانسان ما تحلى بالاخلاق والرياضيه لا يشجع كره. هاي حاله الكره، يا غالب يا مغلوب يا متعادل. ما يزعلكم مستوى منتخبكم؟ والله ما شيء يزعل. إذن أعزائي المشاهدين نصل إلى نهاية اللقاء المثير وأجمل لقاءات البطولة حتى اللحظة، المنتخب الكويتي والمنتخب الإماراتي يعطون فضفض والجماهير كلها وجبة دسمة قوامها هدفين لكل فريق بأربع أهداف. لا تذهبوا بعيدا، قمة عمان والعراق بعد قليل.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، اخر لقاءات هذه الجوله ناتيكم من استاد الامير فيصل بن فهد في الرياض، حين حل المنتخبين العراقي والعماني ضيوفا على هذا اللقاء. المنتخب العراقي خسر في الافتتاحيه والمنتخب العماني تعادل، الفريقان يمنون النفس بالفوز من اجل الصعود الى الدور الثاني. اذا متابعه طيبه في اخر لقاءات حصريا مع برنامجكم فضل. حي العماني وحي العراقي وحي العراقي وحي العماني وحي العراقي وحي العماني وحي العراقي واحمر احمر احمر مع سيادة المقدم والعقيد لواء طيار. ايش بتسوي اليوم؟ خليت الطيار ما تسوي اليوم؟ يعني صابغ الشنب احمر واللحية بيضة، امورك طيبة يعني انت تعشق هالروح لابد. يا سلام، واحتفالات وطنية عندكم، مناسبة جميلة تستدعي الفوز. امين يا رب. ايش رايك انت اليوم؟ يعني عرعور الديك بس من لون عمان، ايش بتسوي اليوم؟ والله اليوم بناكلهم اكل. وين تاكلهم اكل؟ هذول العراقيين بناكلهم. كم النتيجة؟ 4-0. كم النتيجة؟ 2-0. الله على الزي العماني الجميل هذا الاصيل، افراح السلطنة هالايام ما لها حل. اليوم بتفرحون في الملعب؟ الحمد لله ان شاء الله بنفوز اليوم. بس العراق فريق خطر. العراق فريق قوي لكن عمان بعد فريق قوي ان شاء الله. كم بتفوزون؟ 2-0 نفس الشيء. اكيد اكيد في حلوه عمانيه اليوم لو فزتوا ان شاء الله. تعزمونا على حلوه؟ انا احب السلطانيه السوداء. والمشاهدين اليوم بتطلع كل شيء اللي فينا. اكيد. اي نعم. كم النتيجه؟ كل فرحتنا اليوم ان شاء الله نطلع فرحه كبيره ان شاء الله. على مقاس نظاراتكم والله مباراه صعبه، طامنيه اتمنى منتخبنا يفوز، بس نلعب مع ياسر الجريح. منتخب العراق قوي جدا، منتخب العراق طالع من هزيمه. كم النتيجة؟ والله أتمنى 1-0 بس. أكيد إن شاء الله إن شاء الله متابعين إن شاء الله بالمنتخب إن شاء الله يقدم اللي ما عنده ونطلع إن شاء الله فايزين نتيجة 1-0 إن شاء الله بعد الله. نطلع فرحتين، فرحة الفوز 3 نقاط وفرحة العيد الوطني إن شاء الله 44. مواليا مواليا عاهلا مؤيدا للنفوس المبتدا. والله كله، شوف كل الفرق تنافس، ما حد جاي البطوله بيتفرج، اكيد كله جاي تنافس، بس ان شاء الله عندنا ثقه باللعيبه ان شاء الله. كون اول مباراه افتتاحيه وضغوط اللاعبين، ولا تنسى انه اللاعبين اجتمعوا قبل المباراه بيوم، فحاليا صار تفاهم اكثر بين اللاعبين، وكون المنتخب العراقي هو اللي يجيب دافع اكثر كونه خسران المباراه الاولى وما كان يتوقع ان الخساره، تعرف الحكم السلوفين اللي اعطاهم الهدف، لكن ان شاء الله اليوم سود الرافدين ما يقصرون. المنتخب العراقي قدم مباراه ممتازه مع المنتخب الكويتي، لكن لم يحالف الحظ والحكم صراحه دمر المنتخب العراقي. انا اتمنى باذن الله تعالى، اتمنى مباراه ديربي خليجي او نهائي خليجي بين السعوديه والعراق، العراق بيعوض الخساره اللي خسرها قدام الكويت. كم النتيجه؟ اتوقع 2-0. قلت لي 2-0 والحين عليكم هدف من العراقيين. هذه حال كورة يعني ما نقدر نغير شيء. ما نقدر. وين 2-0 عيد؟ إن شاء الله في أمل في أمل. لونه مختلف عن فرنسا. لا لا أديك العماني. أديك العماني. شو يسوي أديك العماني اليوم؟ اليوم أوه. أكيد بترجعوا إن شاء الله. بيرجع المنتخب العماني إن شاء الله. بيرجع أكيد إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي وصود الرافدين بهدف مقابل لا شيء. هل يفعل العماني في الشوط الثاني أم يحافظ العراقي على هذا الفوز؟ دعونا نتابع أحداث الشوط الثاني. ضربة جزاء
الرسالة المنتخب العماني وهدف التعادل العمانيين أبو العين السلطانيين آمين. هاي مدرسة هاي مدرسة عمانية خالصة 100%. سلام عليك حبيبي. أنت استمتع شوف يمين يسار عندك لعبات عندك تميز عندك إحساس عندك رايقين 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 العمانيين رايقين. إن شاء الله إن شاء الله نفوز يا نفوز يا إن شاء الله. اليوم الأدام شبه ممكن الثاني إن شاء الله. خطرة والله خطرة 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 عمان عزم شاهدين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. طبعا انتهت مباراة المنتخب العراقي والمنتخب العماني بالتعادل الإيجابي 1-1، لكن المنتخب العماني هو اللي جاب التعادل. نعم. شايفك معصب وزعلان وطالع متنرفز، ايش اللي صار؟ شو التعادل يعتبر خسارة للعراق. انت تشوف انه الان هذا التعادل بطعم الخسارة؟ طبعا خلص انتهى الامور، ما راح ينافس المنتخب العراقي ولا راح يكمل ان شاء الله بالمباراة القادمة انه يجيب الفوز وبتأهل الساعة هذيك. ومنتخبنا ما قصر وعلمنا على رفعة الرأس قبل رفعة الكأس. صراحة احنا نشوف ضعف جدا عندنا في الهجوم، نفتقد الكرات العرضية هجوم، يعني يكون اللاعبين قصر القامة عندهم. اتوقع لحد الآن اللاعبين مش بالفورمة الكاملة انهم يعني يتواصلون على طول 90 دقيقة. نقول إن شاء الله الثالثة ثابتة بعزة الله تعالى. الحين المرة الجاية مع الإماراتي صعبة. الكويتي. مع الكويتي أسف. المرة الجاية مع الكويتي صعبة. كرة القدم ماشي صعب. إيه. ونحن ضارين. الثالثة ثابتة. العمدة فارق فارق. فارق كثير. يعني عما يقول قبل الدوري بأسبوع تعور، لكن نقول الخير في الشباب الموجودين. في الشباب الموجودين. عزة الله تعالى. فرص كثيرة ضيعنا صراحة. الحين ما لكم أمل لآخر مباراة مع الكويت. إن شاء الله الفوز في آخر مباراة. وإن شاء الله الأخطاء آخر لمسة الحين تنقصنا، بس هاي آخر لمسة يعني عند الكون جد والله. فإن شاء الله إن شاء الله البركة في الشباب ما قصروا هالمباراة، قدموا أداء طيب، فإن شاء الله المباراة الجاية بعدنا متفائلين فيهم. إذن أعزائي المشاهدين بانتهاء اللقاء تنتهي لقاءات المجموعة الثانية في أجمل أيام بطولة كأس الخليج 22 هنا في الرياض، وأبرز ما جاء في حلقة هذا الأسبوع. السعوديين متصدرين واليمنيين مولعين والبحرينيين الله يعين والقطريين منتظرين والكويتيين حلوين، وأنتم إلى اللقاء بعد يومين.